السلام عليكم سي رشيد، لاباس عليك اخاي. اشوف قال لك الازمه في المغرب. شوف قال لك ما كاين لا بيع وشراء وكلشي غالي. شوف تبارك الله، شوف 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 اصاحبي، الحمد لله كلشي بايع كلشي شاري. وما فكرت يا صاحبي تعدل لي شي 10 الصبابات تينك ونجي نجلس هنايا بحال هادو ونبيعهم، نجي وانا وسعيد. شو تبارك الله ولا لا؟ كلشي فرحان، هذا هو المغرب. حق انا ما نقدرش نزيد هكذا، غتجيني الدا وخاصه. كيفاش الناس عايشين هكذا؟ انا بعداك الصداع بزاف دخول. ارجع في هادي يا خي راشد، مشيت تجبالي ديالي يا خي سكت. والله لا طلعوا لي الطنشيو واللي قال لك الازمه في المغرب وري هاد الفيديو. شوف شوف كلشي بايع كلشي شاري كلشي فرحان، شميشه